هو صراحة هذا السؤال كتطرح عليا بزاف سواء ملي كنكون في لي زانترفيو معاه ولا في لي ريزو سوسيو، وكيبقى الجواب ديالي دائما لو ميم، هو ان لي فان كيحمقوني وبالعكس كيعجبني بزاف يكونوا عنده لي فان. ما عنديش الفرق بين لي فان واش بنات ولا رجال ولا يعني العواول ولا شارفين. انا كان نشوف من راسي حيت انا كنت بيك فان ديالو، يعني عارفه المعنى ديال الفان شنو هو. دونك بالعكس كل ما كانوا عنده لي فان كل ما كيكون ناجح اكثر. ما بقاش تحشموا واخا تكون بيان سور. واه الصراحه ما كاينش السر في هادشي هو اللي طلبوا منا الله سبحانه وتعالى، هو هو اللي دابا حنا عايشين فيه. يقدر يكون كنحسبه فحال نفسي هو كيحسبني فحال نفسه. كاين بزاف الحاجات كنبارطاجيوها اونصومبل، يعني عندنا ميم فيزيون، عندنا نفس الاحلام تقريبا، لان الحلم ديالو هو الحلم ديالي الرقم واحد. معروف شنو هو الحلم ديالو، نهار اللي غيحقق داك الحلم حنا كاملين غادي نجحوا طبعا معاه. هادشي اللي كاين ما كنخبعوا على بعضنا والو، كنعاونوا بعضنا في كل شيء. حتى ملي كنت خدامه كانت كيعاوني حتى في الخدمه ديالي، وتبارك الله انتلكت بزاف وراسو عامر، وحتى هو عاود كيسقسيني بعض الحاجات على الدومين ديالو. وهادشي اللي كاين. كنت كنقلب على مرة بحال هكا اللي تكون واعيه وفاهمه وقاريه، سورتو داكشي اللي ما كنتش انا قريت واللي ما تعلمتوش تزيد توريه ليا، لان انسان حتى شي حد ما كامل، ضروري واخا تكون يعني كاع عارف بزاف د الحوايج ضروري كتكون شي حوايج ما عرفتيهمش، وكيكون داك النصف الاخر كينبهك لشي حوايج اللي تقدر انت ما عرفتيهمش ولا ما داروش لك الانتباه ولا هكا. دونك هادشي اللي رباب كدير الدور ديالك امراه، وكتحاول يعني كيف ما قلت الحاجه اللي ما تعرفش ليها، انا الشيء كيعجبني في هاد الحاجه اللي ما كتعرفش ليها تتحاول تعلم ليها وتزيد لقدام، وهذا هو لو كوبل. انا الرد ديال الفعل ديالي اول حاجه غنفرح ليها لان هي فوتوجينيك وتستاهل انها تكون يعني من 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 الناس اللي كيبانوا بزاف، وداكشي لان بريمير من الدماغ ديال عامر، ماشي شي وحده اللي ما عارفه في الدنيا حتى حاجه. تبارك الله راه والدها خسروا عليها وكدوا عليها وسميتو باش يربيوها احسن تربيه وتقرا احسن قرايه، والحمد لله نجحات وكافحات وديبلومي وراسها عامر وحتى عندها القبول ديال الله. هذه الحاجه اللي مهمه بزاف، ملي تيعطيك الله القبول الناس هما اللي يطلبوا منها انها دير اون شان. الناس اللي متبعينها في انستغرام وفي الفيسبوك هما اللي يقولوا لها تلمون تي عزيز علينا وكنحبوك وداكشي، بغيناك دير لنا اون شان في يوتيوب نتبعوك نعرفوا عليك الاخبار، ومن خلالها هي الناس تيعرفوا حتى الاخبار ديالي بحكم انا ماشي تري 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 بريزون في لي ريزو سوسيو بحكم العمل ديالي ما كنقدرش نكون بزاف. ولكن دابا وليت دابا مجتهد واحد شويه، ماشي بحال الاول كنت كاسل دابا، والحمد لله كاين الناس يعرفوا الاخبار ديالي سواء من عندي انا في لاباج ديالي ولا في انستغرام ديالي، وتعرفوا حتى من رباب ولا عندها حتى هي قاعده جماهيريه، ولو دابا بداو تيجيونا عروض الحمد لله اللي غاديين بشويه الحاجه راه هكا كتنمى. وانا بالعكس الا جا شي دور ولا جا شي حاجه بالعكس غنزيد نفرح ونعرف بان هذاك العمل ديالها والصهير ديالها اللي كدير، لان داك الشيء يوتيوب وهذا الشيء تياخذ بزاف ديال الوقت، ونعرف بان هذاك الجهد ما مشاش في الخوال الخاوي. فوالا. هو حنا ننسى تنعرفه عندنا داك بوين يعني بوزيتيف فينا ولا افونتاج، هو كنقدروا نعملوا بزاف ديال الطاش في وقت واحد، ماشي بحال راجل خصو يركز في حاجه واحده. اذا كان كيتفرج التلفزيون ما تهضرش معاه، دونك كنحاول نعمل بزاف ديال الطاش او ميم طون، عيني على سمار كنقرا لي كومونتير كنشوف كوكوت واش وقفت ولا باقي. وعندنا فحال اللي كنقول الهضره ونعاودها، لي مامون اللي كيخليو ولادهم كيبكيو في الكونه واعوا وكيقولوا مهم الراجل اللي يجي جبر الدار غزاله والعشاء طايب. عندك واحد الوقت في الدار ساعه في النهار سمحوا لي ساعتين اللي كتعمل فيها البيبي ديالك لاسيست، تقدر ساعه المكانه تعمل فيها الاشغال المنزليه وساعه اخرى طيب فيها. وملي تنعس في الليل حيت البيبي كنعس 12 ساعه، عندك انت نعس غير 8 ساعات و4 ساعات تهتم براسك، تهتم بالجمال ديالك، تهتم تكوني كتاش في لي ريزو سوسيو. انا كيجيني 24 ساعه راه كافيه باش نعسو فيها ونعملو فيها بزاف الحاجات. بالنسبه لي تبدلوا بزاف الحاجات، اولهم ديميسيونيت من لو بوست ديالي. ثاني حاجه يعني اللي تبدل فينا بجوج بينا هو الوقت، رجع ما بقاش عندنا بزاف حيت خصنا نعطيو لها بوكو داتونسيون، بحال دابا جبناها معنا عندكم
يعني نتوما تقدروا تلاحظوا بزاف الحاجات كيتبدلوا. دونك انا بالنسبه ليا الحياه ديالي انا تبدلات كما قلت، يعني الوقت ما كيبقاش ديال الانسان بوحدو، كيولي ديسبيرس ما بين الخدمه ديالو ما بين الابنات اللي كتاخذ شويه ديال الوقت وكتبغي العنايه سورتو في هذا لاج هذا، وشويه صعيب ولكن ماشي امبوسيبل، كنحاولوا دائما نلقاو الحلول ونتادابطوا على الشيء اللي كاين. انا حتى انا بالدور ديالي واخا زعما الراجل ديال الدار، ولكن انا كنعاون وغسل المعنات، انا عندي انا هذاك الشيء عادي، لان الراجل خصو يكون بحال ما هكاك وما يكونش الحمل على جهه وحده، وواحد الحوايج المراه كتحس بهم وكتكون غوكونيسون حتى من جهه الراجل ديالها كتحس بها، يعني واخا زعما حتى هو كيجي تعبان ونهار كامل هو خارج يمشي يقلب على لقمه العيش، كيجي يعاون شي شويه، يلعب مع البنيته، يدير شويه الاشغال المنزليه، يسمع، يضحك معاهم شويه، يعطيهم تما شويه وقت. هذا هو الدور ديال الراجل والدور ديال المراه. ونتمنى اننا كنا خفافين على قلبهم. وسمر كتسلم عليكم. سمر شو عندك؟ الو الو تاتا 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 كيفاش فيك ميكرو عندها بحالو في الدار.